لا يريدون شركاء وإنما يريدون أشخاص ينفذون ما يريدونهم ويقبلون بالاعتقالات العشوائية وعمليات التغييب وعدم السؤال عن مصير الذين أخذوا من الحواجز أو أخذوا من بيوتهم أو اعتقلوا دون وجع حق. أنا أحاول طبعا إذا أقدر أن أكون صوت كل المظلومين، صوت كل الناقمين على السلطة، صوت كل الذين يخبعون بالسجون ظلما، صوت كل عوائل المغيبين، صوت كل ضحايا الفساد، صوت كل العاطلين، وبالقدر الذي أستطيع أعري الحرامية أمام الشعب. ولكن مع الأسف هذا الشعب كل أربع سنين يرجع يصف قلهم يرقصونهم. ما أريد أسألك، أريد أتهمك، عود إلى ذات البداية. صوت لكل المظلومين، صوت لكل المحرومين. مو أنت اللي علمت الناس على صناعة العبوة، مو أنت اللي قلت لي في أول لقاء أنا استلمت فلوس من القذافي أعيش فيها طول العمر. لما كانوا أصحاب قناة العهد يقاومون المحتل، ربما كانت تلك القناة تعلم أيضا بعض مسانديهم على كيف يفجرون على المحتل. احنا كنا نعلم الناس، مو على الشعب العربي، كنا احنا لم نعلم احد، احنا كنا نعلم الناس. انت قبل قليل حكيت هذول بعثيه، بس خلك كمل. كنا نعلم الناس كيف يقاومون المحتل، وكنا صوت للمقاومة السنية والشيعية، وننشر اعمالهم التي تستهدف المحتل حصرا. لا 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 بس خلك بس انت تريد تحشي من جيبك وتوجه خلك كمل وخلت حداك. تمام، الارشيف موجود عند العهد وعند غيرهم. اذا وجدت عمليه واحده موجهه ضد الدوله او ضد الجيش او ضد الشرطه او خطاب بهذا المعنى، اتحداك ان تعرضه وتعريني امام الشعب العراقي لاعتذر عن ذلك الفعل. اما موضوع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي فهذا لا تضعه، وليس من حقك أن تضعه في خانة الفساد. أنا قلت هذا الكلام وأنا كنت مقرب إليه وكان يساندنا أي وجه حق أموال الشعب الليبي. أنا بس خلي كان يساندنا كصوت للمقاومة كما تساندكم الآن إيران. شلون بتمولكم إيران؟ كل الفضائيات اللي اشتغلت بها بس قبل، أنت اشتغلت ببلادي تمولها إيران، هذا اتحاد الإذاعات الإسلامية. تمام. وتشتغل بالعهد تمولها إيران عبر اتحاد الإذاعات الإسلامية، وأنا كنت أشتغل لا تمولني إيران، كان تمولني معمر قذافي. وين المشكلة؟ ثابت عندك؟ طبعا معروف القصة، كلكم تأخذون القمر الصناعي يدفع من اتحاد الإذاعات ورواتبكم من عندهم، والآن شركة هذه البوغ العربية مال شراء النفط الأسود هو ده يتوزع أيضا على الفضائيات. يا رب والله العظيم، بس ده تصورون الحقائق شو سوي لكم؟ يا رب اذا اكشف هاي القضيه تقتلوني هسه في الشارع. هاي القضيه بالذات هسه اللي ينباك بها 460 مليار بالسنه من اموال الشعب العراقي، وكلكم تتقاسمون الفلوس اللي تجيكم من ايران. ايش معنى ايران تدعمكم وتصفقون وتطلعون خطب الامام، واني لان معمر القذافي كان يدعمني وانا مقاوم، انا اعتبر فاسد وانتم ملائكه. جيب لنا دولة عربية. أوكي. جيب لنا دولة عربية. جيب لنا دولة عربية تدعم العراق. لماذا تتهمني عن اتهام الدولة العربية؟ تبوني دولة عربية. جيب لنا دولة عربية. جيب لنا دولة عربية. أنت. أنا ما يدخل الصفصيح. أقول جيب لنا دولة عربية دعمت العراق واستقر العراق. بس جاي تحكي على إيران. بس خل أقول لك، أنا ما بدي أحكي على إيران. أولاً مداولة. أنت تحرف الوقائع. أنت مهمتك في كل لقاء هذا أسلوبك، ولكن راح أتحمل أجاري. خلاص أجاري. بس أقول لك شغلة، أنتم تمولكم إيران تفرحون. ليه؟ أنا مولني معمر القذافي معناه أني فاسد. هاي شلون مرة أقول ليها؟ فهمني اشرح لي. قول لي يلا. أنا ما نزعل أن مولتك إيران، يجوز لو مولتني إيران هم أقبل، وهم ترى أقول أقوى. لا تلح، إحنا قاومنا المحتل وقبلنا المساعدة من كل من أراد مقاومة المحتل، سواء إيران أو غيرها. نقطة السطر. ليش الدعم لكم حلال؟ يلا روح على غيرها، روح على غير سخف. لا ما روح على غيرها. جيب إيش عندك؟ ما روح على غيرها. طيب بس خلينا نتفق على قضية. زين. أنا ما أقدر من أحشي أرفع وياك إيدي هيش. أنت ليش سيدك هيش يا ما أدري هسه هذه. تجاوز علينا. لا هسه أنت تبدأ. هذا إيدك مرفوعة. هاي إيدك هاي. هاي استفهامية. هاي استفهامية. هاي استفهامية وهاي إيدي وهاي شنو تحدية. شوف شلون تجرون على. شوف شلون تحاولون تشخصون وتشيئون للمقابل. جمال. المقاومة حتى أرفع هيك. المقاومة السنية. في التاريخ العراقي المعاصر. نعم. يثبت وبحسب ما موجود على الأرض كانت مقاومة طائفية، كلمة حق يراد بها باطل على أنه ضد الاحتلال، مو صحيح. أنتوا صورتوا بالحقائق يا رب. والله العظيم، والذين قاوموا المحتل هم السنة أكثر من الشيعة، وأنتم أحد الأدوات التي زورت حقائق التاريخ الحديث. من أنتم؟ والتاريخ السلطة.
تمام. نعم لأنكم الآن السلطة، فبكيفكم؟ الإرهاب المسكين السني قاوم المحتل الآن بسجل محكوم إعدام، والشيعي اللي قاوم المحتل الآن بطل وقائد سياسي ويصنع قرار في البلد. هذه الطائفية مالتكم والطائفية مالتنا. الاستقرار الأمني صنعه الرجال الذين دحروا داعش، والناس تعلمت درس. كان هؤلاء شركاؤكم يخدعوهم ويحرضوهم ويمولوهم، ولذلك هم الآن شركاؤكم لا يستطيعون أن يسيرون في شوارع المدن المحررة أن يشبعون قنادر إذا مشوا، لأن هم كانوا يحرضون العالم وتركوا الناس بالمخيمات، تركوهم للقدر، تركوهم جائعين. فالناس تعلمت الدرس. ولكن أيضا هذا السكون، إذا اعتقدت الشيعة أو الطبقة السياسية الشيعية أن هذا السكون هو نهائي، سيرتكبون خطأ بحق أنفسهم. اليوم السنة يتعرضون إلى ظلم وتمييز أقسى مما كان يفعله صدام ضد الشيعة بعشر مرات. اليوم بعض الناس في الموصل يعتقدون أن الزمن داعش بكل ما فيه من دماء وقطع رؤوس وهاي مقبرة الخفسة كان أهون عليهم مما يجري لهم الآن.